عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ أخباركم إيه؟ الله يسلمك يا هندسة، باشمهندس روماني الله يسلمك يا هندسة، حبيبي، باشمهندس أحمد، أشكرك جدا يا هندسة، الحمد لله بخير، كل عام وانتم بخير وان شاء الله باذن الله يعود علينا وعليكم باليمن والبركات باذن الله يبقى شهر مبارك علينا اجمعين ان شاء الله. لما بلغنا رمضان تمام احنا طولنا اخدنا اجازه اسبوع، اتمنى ان الاجازه الاسبوع دي ما كانتش ان هي او ما اثرتش على الناس تكون سلمت التاسكات كلها. بالنسبه للتاسك الاخير اللي نزل كان بونص، يعني اللي هو تصميم الشهاده واللوجو، كان بونص للناس، وان شاء الله باذن الله بعد المحاضره النهارده هينزل برضو بونص، فاتمنى ان الناس البونص دي تركز عليها برضو لان هي اغلبيتها شغل تصميمات. تمام. نبدأ إن شاء الله بإذن الله محاضرة النهاردة. محاضرة اليوم إن شاء الله بإذن الله تكون قيمة وتكون سلسة وسهلة على الناس بإذن الله. إحنا كشرح تبات، إحنا خلصنا كل التبات اللي عندي، تمام، بس حاليا بنشرح في تصميمات. النهاردة هخلص كل أو باقي التصميمات اللي عندي، وإن شاء الله بإذن الله المحاضرة رقم 11 و12 هنشتغلها بحث علمي. نشتغلها بحث علمي. تمام. بداية كده قبل ما أبدأ، الناس سمعاني؟ الصوت كويس مع الناس؟ تمام. دلوقتي احنا كنا عارفين او عارفين مثلا لو جينا دخلنا على برنامج زي الاكسل، فتحنا البرنامج وجينا كتبنا زي مثلا رقم 1 2 وعايز اعمل عد بعد كده تلقائي، كنت بسحب من المربع اللي من الجنب الصغير واسحب لتحت فبيعمل لي عد تلقائي. فهل الوورد بيعمل نفس العد ده ولا مش بيعمله؟ الوورد بيعمله بس بصيغة تانية. اول خطوة هعملها هروح على تاب انسرت، اختار تيبل، اختار مثلا اللي انا عايز اختاره، عدد الصفوف عدد الاعمدة، انا اخترت دول مثلا. تمام. أول حاجة بدرج التيبل عندي. بعد ما بعمل إدراج للتيبل بروح على حاجة برضو اسمها، الناس لو تفتكر النمبرنج اللي هو التعداد النقطي أو التعداد الرقمي، أختار الأرقام، اخترت مثلا رقم 1. بعد ما اخترت رقم 1 جيت في تاب layout من فوق، أختار حاجة اسمها insert blue، إدراج أسفل، هدوس عليها، ده انا رقم 2، دوست عليها رقم 3، عليها 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. فده اللي هو الترتيب اللي عندي، الترتيب داخل تيبل. قلنا اول حاجة هروح على قائمة insert، اختار التيبل، وبعد ما اختار التيبل هروح على قائمة home واختار النمبرنج اللي هو التعداد الرقمي. التعداد الرقمي، بعد ما بختار التعداد الرقمي هروح مثلا بعد ما اخترت رقم 1 هروح على layout واختار حاجة اسمها insert blue. اللي بيحصل بيتم ادراج العد عندي اهو، فدي خاصة بالعد، دي طريقة ممكن اعمل بيها العد عندي في التيبل.
الناس كانت بتسأل على موضوع اللي هو النكست بيج. لو جيت عملت تمام، عايز اعمل ترقيم للصفحات دي، بروح على insert اختار page number، مثلا هختار البوتوم. فانا كده عملت ترقيم من اول الصفحة رقم 1. لا، انا عايز ابدأ الترقيم من صفحة رقم 2. هروح على نهاية الصفحة رقم 1 وهروح على تاب اسمه layout واختار breaks ونكست بيج الصفحة التالية. هلاقي المؤشر راح لي على الصفحة التانية، هضغط على الرقم اللي عندي، هروح على insert هختار page number، هختار حاجة اسمها format page number، هقول start at واختار رقم 1، دوست اوكي، رحت قفلتها، هلاقي ادي 1 2 3 4 5 وهكذا، بدأ لي الترقيم من الصفحة رقم 2. بروح على الصفحة رقم 1 وهلغي الترقيم اللي أنا كنت عامله. ده خاصة بالترقيم. طيب، جيت مثلا رحت على لي اوت واخترت اللي هو اللاين نمبر واخترت كونتينيو، فهو كده بيعد لي السطور اللي عندي، بيعد لي السطور. انا مثلا عايز الغي العد من اول الصفحه اللي انا فيها دي، اروح على لي اوت واختار بريكس اختار نيكست بيج، فالمؤشر راح تلقائي للصفحه اللي بعديها. طيب حلو، انا واقف هنا ورحت اخترت نيكست بيج ورحت عملت في الديزاين بوردر واخترت بوردر واختار من ابلاي تو حاجه اسمها ذس سيكشن، فلقيته عمل لي البوردر على السيكشن رقم 2 بس. طيب حلو، انا وقفت هنا، دي انا عندي بالعمودي او راسي، عايز اخليها اخلي الصفحه اللي بعديها اورينتيشن بتاعها لاندسكيب اوف بي، برضو على لي اوت واختار بريكس واختار حاجه اسمها نيكست بيج، واروح على الاورينتيشن واختار بورتريت، وكده خلي الصفحه دي زي ما هي عادي، والصفحه اللي بعدها خليها لي لاند سكيب. طيب رحت على انسيرت واخترت الهيدر، وادي عملت هيدر، الهيدر هيتطبق معايا على كل الصفحات. طب انا عايز اغير الهيدر، هاجي على نهايه الصفحه اللي قبليها واختار من لي اوت اختار بريكس ثم اختار نيكست بيج، بعد كده هروح على الهيدر الغي اللينك تو بريفيوس، اكتب مثلا هنا رقم، دوست كلوز، فايه اللي ظهر؟ اللي فات كله نفس الهيدر، واللي بعده غير لي اهو رقم 1، خلوا لي رقم 1، عمل لي فصل رقم 1 رقم 1 وهكذا. الصورة مش واضحة ازاي؟ الصورة واضحة للناس ولا لا؟ الصورة واضحة للناس؟ تمام ماشي. طيب فهو دايما عشان افصل، الناس تركز في الحته دي، دايما علشان افصل ما بين صفحه والتانيه او شغل صفحه والتانيه بفصلها عن طريق ان انا بروح على نهايه الصفحه اللي قبليها وبروح على لي اوت واختار حاجه اسمها بريكس اللي هو فواصل،
وبعد كده هختار نيكست بيج، الصفحة التالية. الصفحة التالية بالنسبة للبوردر، أنا أول خطوة بعملها بقف في نهاية الصفحة اللي قبليها، تمام، في نهاية الصفحة وأروح على لاي أوت وبريكس، أختار نيكست بيج، أختار نيكست بيج وأروح على ديزاين، بعد كده أضغط على بيج بوردر، أختار الحدود اللي أنا عايزها، ومن أبلاي تو أخليها ذيس سيكشن وأدوس أوكي، فكده عملها لها السيكشن ده. بس لازم أول حاجة بعمل فاصل ما بين الصفحة اللي قبليها والصفحة اللي أنا هكتب فيها. لازم أعمل فاصل. أنا هختار this section بس، أنا مش هختار first page only، ولا هختار only except first page، هختار this section، هذا المقطع. الحاجات دي انا كنت شرحها قبل كده ليه، لان انا اصلا بكون عامل نيكست بيج، لما باجي اعملها لاول مره تمام، لكن لما باجي اعملها للمره الثانيه في نفس المكان هيدرج لي صفحه فاضيه. يعني جيت هنا مثلا عملت لي اوت بريكس نيكست بيج، تمام، انا مش استعمل المستند ده اهو عشان الناس برضو تكون عارفة كويس اللي انا بعمله اهو، هندخل انا جيت في نهاية الصفحة دي ورحت على لي اوت واخترت بريكس ثم اخترت نيكست بيج، هلاقي المؤشر راح لي تلقائي لبدايه الصفحه الثانيه. كده انا عملت نيكست بيج مره واحده، لو جيت عملت المره الثانيه هيدير لي الصفحه الفارغه. فاروح على ديزاين بيج بوردر، اختار البوردر اللي انا عايزه واختار ذيس سيكشن وادوس اوكي. عشان امسح صفحة، علشان امسح صفحة ما هو الصفحة الفارغة اللي بيزودها لي بسبب ان انا بكون عامل نيكست بيج في نفس المكان ده قبل كده، لو جيت عملته تاني بالمرة التانية هيعمل معايا صفحة فارغة. طيب انا مثلا الصفحة دي فاضية وعايز احذفها، الصفحة دي فاضية، أدوس من الكيبورد على حاجة اسمها باك سبيس، أفضل دايس باك سبيس، فكده عمل حذف للصفحة. دي الحل الوحيد، إن أنا أفضل دايس على باك سبيس من الكيبورد لحد ما يحذف لي الصفحة. تمام. دي بالنسبة للتيبل، بالنسبة ل الرفرنس والميلينج والفيو والريفيو والديفلوبر. تمام، حلو خالص. طيب دلوقتي انا لما عايز اجي اصمم تصميمات مختلفة عن طريق مثلا ايه الوورد، دي المقاسات، يعني الكارت الشخصي العرض بتاعه 90 والطول بتاعه 55 بس بوحدة المليمتر. باشمهندس محمد توضيح سؤالك عشان مش فاهم. دي كلها مقاسات مختلفة وكاتب لك جنبها الوحدة، وحدة المليمتر،
ولا البكسل ولا السنتيمتر، وعمل لك جنبها ريزوليوشن الدقة بتاعت الصورة نفسها. طيب أنا هغير الوحدات دي إزاي؟ من فين؟ هغيرها من فين؟ هروح على حاجة اسمها، هروح على تاب فايل واختار اوبشن واختار حاجة اسمها ادفانسد. ادفانسد هنزل لتحت لحد ما اوصل لحاجة اسمها ديسبلاي. ديسبلاي بيقول لي شو ميجرمنت ان يونتس، انت القياس عندك عايز تعرضه بايه؟ اختار من هنا الانش ولا السنتيمتر ولا المليمتر ولا البوينت ولا البكسل. تاني من فين؟ واروح على تاب فايل بعد كده اوبشن، تمام كده اختار ادفانسد، هنزل تحت لحد ما اوصل لحاجه اسمها ديسبلاي واختار من الشو ميجرمنت ان يونت اوف، اختار من هنا الانش ولا السنتيمتر ولا المليمتر ولا البوينت ولا البكسل. انا هختار من هنا اللي انا عايزه، اللي انا عايزه، تمام حلو. ادي انا في تاب لي اوت، تمام. الحجم نفسه انا عايز اكتبه، اكتب التسعين والخمسة وخمسين ازاي؟ من السايز واختار حاجة اسمها المور بيبر سايز، تمام. هنا اكتب بقى الويتس والهايت اللي هو الارتفاع، الارتفاع اللي هو الطول، والويتس اللي هو العرض. هكتب هنا العرض مثلا تسعين، وهكتب هنا خمسة وخمسين، دوس اوكي. بس هو ليه قال لك هنا؟ بقول لك ذا ميجرمنت ماست بي بتوين 1/10 22، يعني ما زدتش على كده، ان انا عامل وحده الانش، واروح اغيرها واخليها ملي متر. تمام اروح اخليها ملي متر ادفانسد، ادور على ديسبلاي، هنا مخليها بالانش، عايز اخليها بالمليمتر، دوس اوكي. هتلاقي المسطره كلها اتغيرت معاك، سايز هنا مثلا اهو، خليها كام؟ خلي الويتس العرض 90 والهايت الارتفاع 55، وادوس اوكي. شايفين عمل لي ايه؟ عمل لي مقاس الكارت الشخصي. اشتغل عليه زي ما انا عايز، يعني مثلا ادي كبرت، واشتغل زي ما انا عايز هنا في الكارت الشخصي واظبطه وكل حاجه. طب لا انا مش عايز اعمل الكلام ده، انا ممكن اشتغل عادي وبعد كده اعمل المقاسات بتاعتي. اروح على فايل اوبشن ادفانسد من المليمتر، اخليها الانش زي ما هي وادوس اوكي. السايز هختار اي 4. طب احنا قلنا المقاسات ازاي؟ يعني انا مثلا خلصت هنا خلاص، اروح ادوس على لي اوت بعد كده اختار بريكس نيكست بيج، فكده فصل لي الصفحة الأولى عن الصفحة التانية. بعد كده أروح على الصفحة التانية أغير المقاسات بتاعتي وأعمل مقاسات مختلفة. أنا كده بعمل مقاس مختلف لكل صفحة عن طريق لازم بريكس فواصل، من اسمها بريكس اللي هو فاصل، يفصل لي صفحة عن التانية، يعمل لي فاصل ما بين كل صفحة والتانية، تمام. دي كلها مقاسات، عامل لك الوحدة جنبها أهو، تمام. وبالنسبة لموضوع الترقيم، الملف هبعته لكم حاضر. بالنسبة لموضوع الترقيم انا برضو بعمل نفس الكلام اللي انا بعمله من الوورد اهو، تمام.
جيت رحت على انسيرت البيج نمبر، الصفحة رقم 1 2 3 4، هاجي بعد كده هروح على لي اوت، هختار بريكس ثم نيكست بيج، راح لي على الصفحة اللي بعديها، هلغي الرقم ده، هلغي ارتباط بالسابق واخليها مثلا من قائمة انسيرت البيج لي اوت الفورمات بيج نمبر، تمام. بغير من هنا الأرقام أخليها ألف ب ت وأدوس أوكي. هو اللي حصل إيه؟ هذا أدرج لي كل اللي باقي مختلف أهو، جيم دال وهكذا، وده 1 2 3. وقلنا عشان أدرج ملف القياسات ده هبعته لكم ان شاء الله على الجروب، هضيف لكم عليها قياسات تانية برضو هبعتها لكم كاملة. بدوس على يساوي، هكتب كلمة راند، افتح القوس واقفل القوس اهي. ده الامر كلمة راند، افتح القوس من شيفت 9 واقفل القوس من شيفت 0. تمام. طيب لو جيت كتبت من الداخل 18.20، ايه معنى 18 وايه معنى 20؟ تمنتاشر عدد الجمل اللي عندي، عدد الجمل او السطور اللي عندي، عدد الجمل، عدد الجمل، الجملة بتنتهي بنقطة فدي عدد الجمل. اما العشرين دي عدد القطع، انا عايز اعمل كام قطعة داخل الوورد؟ 20 قطعة مثلا او 18 على حسب ما انت تحدد. طب لا انا عايز اعمل لي حاجه تلقائيه بس، يساوي راند، افتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، فعمل لي اللي انا عايزه، عمل لي اللي انا عايزه. تمام. طيب انا لو جيت عملت زي ترقيم، انا بضغط على الرقم نفسه هتظهر معايا حاجه اسمها لينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، بس هي ادرس صفحه تانية. دوست عليها على الرقم، اول ما ادوس على الرقم نرجع تاني اهو، يساوي rent رحت على insert البيج نمبر البوتوم اهو، تمام. انا جيت مثلا انا عايز ابدا، ادي الصفحه رقم 1، الصفحه رقم 2 3، انا عايز ابدا الترقيم من الصفحه رقم 5 بترقيم جديد، اروح اول حاجه هعملها لي اوت بريكس وهي نيكست بيج، تمام. بعد كده هضغط على الرقم، هشيل حاجه في حاجه اسمها لينك تو بريفيوس، بس قبل ما اشيل الاول اروح على انسرت، اروح على انسرت
اختار بيج نمبر، اختار مثلا الفورمات بيج نمبر انا عايزها الف ب، ستارت ويز الف، دوست اوكي. ديزاين هقول لينكس او لينك تو بريفيوس، الغاء الارتباط بالسابق، فادي الف ب ت س وهكذا، واللي قبله اللي قبل الالف أربعة تلاتة اتنين واحد اتنين واحد. تمام، أربعة تلاتة اتنين واحد. طيب ماشي، أنا لو عايز بدل ما أروح على الوورد وبعد كده أروح على الديزاين وأختار بيج بوردر وأختار هنا حدود من هنا، دوست أوكي. لا انا عايز اعمل حاجات جاهزه، في اشكال تانية. دي كلها براويز جاهزه عندي ممكن احطها، اهو دي كلها حاجات جاهزه ممكن احطها عندي. خدت حاجه زي كده اهو، خدها كوبي، اروح افتح مستند تاني فاضي واختار بعد كده البيست اهو، واكبر واصغر فيها زي ما انا عايز. اهو بيكتب اللي انا عايزه، اهو انزل واكتب اللي انا عايزه. فدي كلها براويز جاهزة ممكن استعملها، دي كلها حاجات جاهزة انا ممكن استعملها كبرواز. دي حاجة جاهزة على شعار الجمهورية، ده برضو شكل جاهز اهو، ده برواز تاني جاهز. لا هو انا نزلتها عن طريق الانترنت، انا عندي ملف، انا عندي ملف موجود عندي على الجهاز هبعته لكم برضو. تمام، انا دخلت على برواز زي كده عايز اخد البرواز دي، انا بختار اهو، دي كلها برويز جاهزة عندي. انا عايز اخد ده، اضغط عليه كده كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها كوبي، اروح على المكان اللي عايز اعمل له برواز، اروح مثلا مكان زي ده و اقف في مكان فاضي، بس دي ما فيهاش مكان فاضي اصلا، اخترتها كوبي، اروح في اي مكان تاني مستند زي ده، وقفت هنا ألغي بس الأول اللي أنا عامله، خليه نان. تمام، ألغي أصلا خليها نان خالص. أقف هنا في أي مكان وأختار حاجة اسمها البيست أهو، وأظبطها زي ما أنا عايز، أكبر وأصغر زي ما أنا عايز. عايز اكتب، بكتب بداخله انا عايز، هتلاقي فيه براويز بتكتب بداخلها وبراويز لا. ادي شعار الجمهورية، انا بروح على المستند اللي عندي اللي انا عايز، ادي مستند زي ده انا عايز اخد البرواز زي، اخده كوبي واروح على المكان اللي عايز احط فيه البرواز اهو المستند ده، واختار حاجه اسمها بيست، كبر وصغر زي ما انا عايز اهو، كلام زي ما هو مكتوب بس. وادي رقم الصفحه، اظبطها زي ما انا عايز، اظبط في البرواز زي ما انا عايز اهو. دي حاجات جاهزه انا ممكن استعملها، دي حاجات جاهزه انا ممكن استعملها.
في حاجات جاهزة أنا ممكن أستعملها. هبعتهم أكيد، هبعتهم أكيد يا شباب، ما كلهم بنفس الطريقة، كلهم بنفس الطريقة. أنا باخد الحاجة اللي أنا عايز أعمل لها نسخ، عايز أحط لها إطار، أضغط عليها، أدوس على كوبي، وأروح على المكان اللي عايز أحط فيه الإطار، وأختار البيست، وأكبر وأصغر زي ما أنا عايز، كأنه صورة، كأنه صورة، أكبر وأصغر زي ما أنا عايز. هو عمل لك الإطار بس سيب لك الداخل فاضي، بحيث إن أنت ممكن تكتب اللي أنت عايزه من جوه أهو. هنا بقى لازم تمشي على كل صفحة. استعملتها ازاي داخل الهيدر؟ هجيت اهو الهيدر، ورحت انت البروازة تستعمله في الهيدر ليه؟ او ايه الاستفادة اللي انا لما اجي استعمل البروازة احطه في الهيدر؟ انا عايز البرواز بيكون على الصفحة كلها. يعني ادي اهو، في الهيدر بينزل في كل صفحة. طب جينا جربنا مثلا اهو، تمام، ممكن اهو، خلينا ماشيين برضو واحدة واحدة اهو. ادي احنا بنجرب، هو كده موجود في الهيدر، حلو كده، حلو تمام، مفيش مشكلة. اعمله على الهيدر، هتلاقيه عمل لك على كل الصفحة، كل الصفحات، بس ظاهر معاك بنسبة بهتان شوية، وهيتطبق فعلا، بس هيبقى ظاهر بنسبة بهتان شوية، بس لما تيجي تطبعه هيكون ظاهر معاك. لما تيجي تطبع هيكون ظاهر معاك في الطباعة. بيختفي في البي دي اف، بيختفي. لا هو احنا دلوقتي لما جينا عملنا، ادي خلينا احنا نجرب، انا عايز اطبع ده، خلينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. سيف از، براوز، اختار بي دي اف، اصعد ديسكتوب، ادوس سيف. ادي البهتان اختفى معايا، ده لو انا عايز اعمله كبي دي اف اهو، تمام بالظبط. الفوتر برضو، يعني انت سواء عملته في الهيدر او الفوتر، هو هتعمل لك على الصفحة كلها، تمام. باشمهندس ابو العنين، احمد ابو العنين تقريبا، كان رافع ايده. حضرتك كنت محتاج تقول حاجة؟ المقاسات والبرويز هبعتها لكم ان شاء الله على الواتساب. قبل ما اكمل، في حد كان محتاج يقول حاجة؟ تمام. طيب احنا هناخد رس للصلاة ربع ساعة، ربع ساعة بس نصلي المغرب، وبعد كده نرجع نكمل. يعني دلوقتي و35، هنرجع للعشرة، هنرجع للعشرة. احنا بنحول بي دي اف ازاي؟ عن طريق فايل، سيف از، براوز. في السيف اس تايب تغيير نوع الحفظ، اختار من هنا بي دي اف وادوس سيف. لو ما لقيتهاش في السيف اس هلاقيها في الاكسبورت، واختار هنا كرييت بي دي اف، كرييت بي دي اف. لا مفيش تعب ولا حاجة، بالعكس يعني، تمام. الملفات ان شاء الله هبعتها لكم كلها.
طيب موضوع الترقيم ده هنرجع له تاني، بس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، نصلي المغرب ونرجع للترقيم تاني، تمام؟ ونشتغل مع بعض تصميمات مختلفة كده، تصميمين أو ثلاثة مع بعض، فربع ساعة للمغرب إن شاء الله هنرجع نكمل تاني. شكرا يا هندسة، تسلم لي يا هندسة. الناس ما تقلقش، يعني أنا أي ملف بفتحه معاكم هنا على في الزوم، أي ملف هيتفتح هتبعت لكم على الواتساب المجازات اللي هو الحدود والإطارات، تمام؟ باشمهندس أحمد، حاليا دلوقتي 6 إلا تلت، 6 إلا تلت، معانا لحد الـ5 تكون الناس كلها رجعت، يعني هنصلي المغرب ونرجع، تمام؟ لحد ستة، 6 إلا 5، 6 إلا 5، لحد 6 إلا 5. تمام. احنا اول حاجة عملناها درجنا ترقيم من insert، بعد كده page number البوتوم، هذا درجة ترقيم، دي اول خطوة عملتها. طيب انا عايز مثلا من بعد الصفحة رقم 4 اغير الترقيم، باجي على نهاية الصفحة رقم 4 واروح على tab layout واختار breaks واختار next page، لاجي المؤشر التلقائي راح للصفحة اللي بعدها، بنزل اضغط على الرقم من تحت، اروح على insert page number واختار format page number، من النمبر فورمات هغير الصيغة اللي انا عايزها اهو، مثلا abc start at a وادوس ok، باجي في الديزاين من فوق والغي اللينك تو بريفيس ارتباط بالسابق، 4 زي ما هي، 3 2 1 نفس الكلام، تمام ادي 2 وادي 1، هاجي من اول هنا مثلا من بعد الاربعة ادي ايه بي والسي والدي والاي وهكذا. مفيش مشكلة، انت بتختار التنسيق، انت بتختار البوزيشن بتاع التنسيق زي ما انت عايز، مكان التنسيق او مكان الارقام بتختاره زي ما انت عايز، تمام؟ دي بالنسبة لي موضوع الارقام. طيب طيب بس عشان وقت المحاضرة الناس ممكن تجربها عادي بعد المحاضرة، ولو في حد وقف معاه حاجة ممكن يتابع معايا تاني، تمام؟ انا سواء اخترت مثلا insert ادي بيج نمبر، اختار اللي انا عايزه، ممكن اخلي الكرنت اهو، كرنت بوزيشن كذا مكان اهو، فانا كده خليت الترقيم تمام. insert page number current position، ألاقي الترقيم جايلي من فين؟ من ناحية اليسار، مش هلاقيه في نهاية كل صفحة، على حسب، طالما قال لي current يبقى بيحدد لي المكان اللي أنا عايزه. لو اخترت دي فإيه اللي حصل؟ شايفين شكل الترقيم إيه حصل له؟ لو عايزها في الهوامش، هذه الصفحة رقم 9، الصفحة رقم 8، والصفحة رقم 7،
وهكذا الباقي برضو البوتوم والكاستم. دي كلها اختيارات. المشكلة في الكرنت بوزيشن ساعات بيلخبط معايا الأماكن أهو، بيقول لي إيه بيش ماين تو ماين أهو، بس مش بتجيلي في النهاية، مش بتجيلي في نهاية الصفحة. أدي بيش 8، أدي بيش 7. المشكلة إن كمان بيعمل لي على الصفحة اللي أنا واقف عليها بس، الصفحة اللي أنا واقف عليها بس، من اسمها الكرنت بوزيشن، المكان الحالي او الموضع الحالي، يعني الحتة اللي انت واقف عليها هو اللي بيعمل لك عليه الترقيم من كرنت بوزيشن، من اسمه الموضع الحالي. اي مكان انت لو واقف هنا في النص اهو، رحت على الكرنت بوزيشن اخترت ده فجالي في النص. تمام تمام ماشي. هاجي دلوقتي احنا كنا بنصمم، بنروح على انسيرت وكفر بيج وبختار من هنا غلاف الكتاب. انا عايز اصمم الغلاف ده يدوي، عايز اصممه بنفسي. تمام، صممه ازاي؟ اروح على انسيرت، اي تصميم انا بصممه او عايز اعمل فيه اشكال بستعمل الشيبس. اخترت مثلا مربع، هذا عملت المربع اهو، خليه مثلا كده اهو، كبر زي ما انا عايز، كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها edit point. لما باجي اقف على الطرف ممكن ايه اكبر واصغر زي ما انا عايز في النقطة اهي. انا عملت كده ايه زي تمويج من فوق، هنزل تحت عايز اعمل نفس التمويج ده تحت بس من فورمات، واختار حاجة اسمها روتيت هوريزنتال، لا هختار اجرب مثلا فيرتيكال. حتى لو جيت بصيت عليها في الطباعة شايفين اللي بيحصل. طيب انا مثلا ادي لغيت ده، دي كلها انا اشكال ممكن اعملها. عايز اعمل مثلا غلاف زي ده، وغلاف بسيط ومتيسر زي ده بكل سهولة عادي ممكن اعمله يعني. تمام، ممكن مثلا من الشيبس اختار مستطيل، صغر، او عايز اعمل سي في اهو، ادي كده عملته، اكبر فيه زي ما انا عايز برضو علشان اكتب جواه. ده لو قعدت اكتب هلاقيه بكتب، بس لو عايز اظبط الكتابة هروح من انسيرت واختار حاجة اسمها تكست بوكس، درو تكست بوكس، بس ابتدي اكتب اللي انا عايزه هنا، ابتدي اكتب اللي انا عايزه داخل التكست بوكس. تمام، طيب احنا انا هشيل ده ونصمم مع بعض دلوقتي غلاف كتاب بسيط. تمام، جيت على انسيرت اخترت شيبس، قلنا انا ممكن اتحكم في الشيبس زي ما انا عايز، اخترت الدائرة، ادي شكل الدائرة، كليك يمين واخترت edit point، اغير فيها زي ما انا عايز اهو. ده شكل اهو، ممكن اظبط زي ما انا عايز فيه. طيب لا انا مش عايز ده، بقعد اجرب لحد ما اوصل للشكل المناسب اللي انا شايفه. طب انا جيت عملت حاجة زي كده اهو، عايز اخليها اجي مثلا على اختار اللون ده، اللون الاصفر، ايه اللي بيحصل معايا؟ اختار اللون ده في نسبة بهتان شوية،
تمام. طيب كنترول دي مثلا، حلو كده. طب لا انا عايز احرك النقاط، باجي بقى فين اهو، احرك زي ما انا عايز. من دي برضو بحرك اهو، عايز نفس الشكل ده، خليه من تحت اسحبه زي ما هو كده. من فورمات اختار روتيت، اختار فيرتيكال. جيت مثلا انسيرت بيكتشر، احط صورة داخل الغلاف، احط مثلا الصورة دي. لو جيت حطيت الصورة عشان احركها، قلنا من راب تكست ثرو، اللي بيحصل؟ طب هخليها بيهايند تكست. لو جيت حطيتها تحت الشكل اللي انا عامله، فحصل فيها نسبة بهتان شوية اهو. لا انا مش عايزها كده، انا عايز اظبط الصورة. خليها مثلا دائرة زي كده، وخليها في المنتصف، حلو كده. طيب اجي مثلا في الانسيرت، اختار حاجة اسمها تكست بوكس، اللي انا هعمله داخل التكست بوكس مثلا النيم اللي هو الاسم، السبجكت اللي هو المادة، ايا كان البيانات اللي انا هكتبها. الير اللي هو السنة مثلا 2021، اظبط التنسيقات زي ما انا عايز، تنسيقاتي بظبطها زي ما انا عايز اهو، خليها في المنتصف، بولد، اغير نوع الخط، خليها لون نفس اللون ده، وخليتها كده هنا الشكل نفسه بتاع المربع. انا عايز اغيره شوية برضو. طب لو رحت دوست كنترول بي، فادي شكل الغلاف اللي انا عملته، غلاف بسيط. انا ما دخلتش الصورة في الدائرة، ما دخلت الصورة في الدائرة، انا كل اللي عملته الصورة نفسها اهي. مثلا الصورة كانت كده، عشان اغير شكلها من، هلاقي فيه تاب فوق ظهر معايا اسمه فورمات، اغير من البيكتشر ستايلز، اغير اهو، خليته شكل دائري، احاول اظبطها في المنتصف اهو. لو جيت على الطبيعة عشان اعين، ادي شكل غلاف بسيط وسهل، دي حاجة بسيطة وسهلة، تمام. ده شكل غلاف بسيط وسهل انا ممكن اعمله. طيب اوريكم اشكال تانية الناس ممكن تشوفها. يعني ده اهو، ده تصميم مختلف انا عملته على الوورد، ده تصميم مختلف انا ممكن اعمله على الوورد، سهل وبسيط. ادي التصميم التاني، ده شغل كله ممكن انا برضو اعمله على الوورد، برضو حاجات بسيطة يعني ككتابة وشغل. تالت برضو نفس الحكاية اهو، تمام. دي كلها حاجات انا ممكن اعملها على برنامج الوورد اهي. ده برضو تصميم بسيط وسهل، تمام. احنا صممنا شهادة زي كده المرة اللي فاتت، ده برضو تصميم شهادة تانية اهو. ممكن اعمل تصميم زي دي، ممكن اصمم شكل زي ده، شكل الواتساب ممكن اعمله. دي كلها على فكرة اشكال انا مستعملها، دي كلها شيبس مستعمل فيها
انسيرت مختار شيبس، دي كلها اشكال انا ممكن استعملها اهي، حاجة زي كده، واغير اللون بتاعها من هنا. لا انا عايز لون افتح، افتح شوية اهو، تمام، وهكذا. هنا برضو كلام، انا جبت برضو شيبس، دي صورة، دي كلها صور. ممكن نصمم شكل واتساب كده بسيط، تمام. ده برضو غلاف كتاب بسيط اتعمل. ده برضو انا شكل ممكن اعمله تاني برضو بكل بساطة. انا مش محتاج دايما اي حاجة، علشان تبقى بشكل ممتاز وبجودة عالية لازم تمتاز بالبساطة. يعني مش لازم احط اشكال كتيرة وتأثيرات كتيرة، يعني هذا شكل بسيط وحلو، تمام. هنا نفس الحكاية برضو اهو، ده شكل بسيط وسهل. دي كلها على فكرة شيب، دي كلها اشكال، والتمويجات اللي انا عاملها في الاشكال دي عن طريق زي ما قلنا، بروح على الشيب نفسه اهو، كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها edit point، واقعد زي ما انا عايز اغير في الشكل اهو، زي ما انا عايز اغير في الشكل، تمام. حاجة زي كده، ده تصميم غلاف، وغلاف بسيط. ده برضو تصميم بسيط كغلاف كتاب. ده التصميم الأخير، أنا حطيت هنا الصورة والشكل في المنتصف دي، عملت اللي هو إيه، قلنا من insert أنا اخترت shape، اخترت المستطيل، تمام، واخترت من هنا أشكال المربعات اللي هي ظاهرة زي دي أهي، بيظهر لك الحاجة اللي تحتها، بيعمل لك إظهار للحاجة اللي تحتها. تمام، دي كلها تصميمات مختلفة أنا ممكن أعملها كشهادة، تمام. زي ما قلنا في المقاسات هنا، بشوف المقاس وإزاي الوحدة نفسها بغيرها من فايل، وأختار أوبشن، وأختار أدفانسد، أدور على حاجة اسمها ديسبلاي أهي، هغير من show measurement in units، اختار هنا الوحدة اللي انا عايزها، اختار الوحدة اللي انا عايزها. طيب هنا مثلا ال image size and quality، الجودة بتاعت الصورة، اي resolution، بختار من هنا الجودة اللي انا عايزها. طيب يعني مثلا بعد ما خلصت وعايز اطبع مثلا حاجه معينه، او عايز احفظها كصوره، احنا انا بعت لكم موقعين ممكن يحولوا لي البي دي اف في الوورد، وممكن يحولوا لي الوورد لصوره. فلو عايز احفظه كصوره لازم اغير هنا الجوده، اخليها مثلا 330، اختار هنا الجوده من الام اس سايز اند كواليتي. هنا بيظهر لي كل مستندات الوورد اللي انا فاتحها. هنا بقى النيم، هنا حجم الخط، تمام، دي كلها حاجات انا ممكن تظهر لي. هنا عرض المستند بيكون رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت، احنا قلنا ليفت تو رايت لو هو بكتب بالانجليزي من الانجليزي، لو بكتب انجليزي، لو بكتب انجليزي، فالانجليزي دايما بتكتب من ناحية اليسار. طيب لو بكتب عربي اخليها رايت تو ليفت اللي هو ناحية اليمين، من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار، تمام. دي خاصة بعدات الطباعة، تمام.
فكده انا صممت تصميم بسيط ليه مثلا غلاف كتاب زي ده اهو، دي حاجة بسيطة. دي حاجة. الحاجة التانية، اول حاجة عايزين نعرف يعني ايه فلاير، يعني ايه فلاير، يعني ايه بروشور. لو جينا بصينا على الفلاير هتلاقوا اللي هي التصميمات اللي بتنزل على تصميمات السوشيال ميديا اهي، دي كلها فلايرات. ده شكل الفلاير. ممكن اعمل تصميم زي ده على الفوتوشوب، بس لا انا هعمله بالوورد. الناس تحاول ايه تبص على تصميم فلاير زي كده وتعمله على الوورد، حتى لو مطلعش بنفس الشكل بس انا عرفت اوصل لحاجه قريبه منه. ادي حاجه زي كده ممكن اعملها على الوورد برضه، ده اسمه الفلاير. ده شكل الفلاير، التصميمات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. اما البروشور اللي هو الورق الابيض، ابيض اسود اللي بيتوزع علينا، يعني ده بروشور. او ممكن برضه هو يعتبر هو يعتبر الفلاير، بس الفلاير بيكون مكون من صفحه واحده، اما البروشور بيبقى مطوي، مطويات، ده كلها مطويات او مكون من كذا صفحه. يعني لو جيت هنا في المقاسات هلاقي في حاجه اسمها مطويه، مطويه يعتبر قريبه من البروشور. لو حاجه ليها مثلا اكتر من صفحه زي كده اسمها بروشور. لكن لو قلنا مثلا صفحه واحده بس مش صفحتين، صفحه واحده بس، فدي اسمها فلاير. ادي فلاير، ده شكل الفلاير، ده شكل فلاير. تصميم زي ده ممكن اعمله على الوورد، تمام اهو، ده شكل فلاير. دي تصميمات انا بنزلها على السوشيال ميديا، او تصميمات عايزه تكون موجوده عندي على الجهاز، تصميمات بالوان مختلفه، الوان مختلفه. برشور بيكون مطوي، مطويات زي كده، دي اشكال المطويات، دي كلها مطويات مختلفه اهي. طيب بالنسبه للبانر اللي هو اليوفط بتاعه المحلات او الشركات، هذا اسمه بانر، ده اسمه بانر، ده اسمه حاجه اسمها رول اب. رول اب بيكون موجود في المؤتمرات والايفنتس، حاجه زي كده برضو، ده بانر، بس بانر من نوع حاجه اسمها رول اب اهي. دي كلها اشكال مختلفه للبانرات، تمام. هذه كلها اشكال مختلفه للبانرات اللي عندي اهو، بانرات اللي بتكون موجوده، اليوفط اللي موجود على المحلات دي اسمها بانرات، ده اسمه فلاير. احنا قلنا فلاير مكون من صفحه واحده مش مطويه، لكن لو عايز اعمله كمطويه يبقى اسمه برشور. قائمه اسعار المطعم ممكن اعمله ازاي؟ عن طريق فلاير او برشور، تمام. دي كلها اشكال مختلفه للبانرات، تمام. ممكن اعمل تصميم سوشيال ميديا زي دي عادي، اعمله على الوورد. جرد ما اعمل التصميمات اللي من ورا دي، ادي الحاجات اللي فوق دي بعملها ازاي؟ بعملها عن طريق اللي هو الشيبس اللي عندي، ده برضو شيب وده شيب. دي ممكن اجيب صورة عن طريق الفيس واحطها عادي. بالنسبة مثلا للإضاءة اللي من ورا دي ممكن اجيب لها صورة احطها كإضاءة، واخلي صورة خلف صورة وهكذا. ده بانر وزي ما قلنا اسمه رول اب برضو، تمام تمام دي كلها اشكال مختلفة اهي. طيب لو جينا بصينا على حاجة اسمها الكارت الشخصي، كارت شخصي، ايدي هات، دي كلها كروت شخصية انا ممكن اصممها عن طريق الوورد. تصميماتها هي بسيطة وسهلة على فكرة، يعني مش محتاجة ان انا استخدم فيها اشكال كتيرة. شايفين التصميم بالمقاسات اللي انا بعتها لكم، او المقاسات اللي انا فتحتها، المقاسات دي
لو عايز اعمل مثلا دعوة فرح، دعوة الافراح، دعوة لمؤتمر، اهي دي ممكن اعملها عن طريق الاطار، عن طريق اطار، والحاجات اللي من داخل تنسيقات مختلفة عندي اهي، حاجة زي كده. اللي من جوه ده اطار، انا ممكن اجيب اطارات مختلفة عن طريق النت، انترنت، والكلام اللي من جوه دي اغير الالوان والتنسيقات. هذه كلها برضو اشكال مختلفة لدعوات الافراح. ممكن اعمل دعوة زي كده برضو، بسيطة سهلة اهي، تمام. دي كلها حاجات انا ممكن استعملها. بعد كده زي ما قلنا شهادات التقدير، دي كلها شهايد، اشكال مختلفة للشهاد، ممكن اعمل كذا شهادة ليهم اهو، شهادة زي دي، تمام. ده برضو من الشيب، وده من الشيب، والشكل ده برضو من الشيب، ممكن اعمل له شيب. هو عمل زي شكل بيضاوي كده وراح فرغه من الداخل، تمام. زي ما قلنا انا بعمل ده كله ازاي، عن طريق الشيب. الشيب ده انا ممكن تعمل لي كل حاجه ممكن نستعملها. ادي لو شكل زي ده اهو، اضغط عليه كليك يمين واختار حاجه اسمها edit point، واسحب من اي جنب واعمل الشكل اللي انا محتاجه. انا بظبط الشكل اللي انا محتاجه، عايز افرغه من الداخل اخليه نوفل اهو. وظبطه انا زي ما انا عايز. يبقى عشان اعمل التصميمات دي كلها، حل اللي قدامي اللي هو الشيب ده، زي غلاف كتاب بسيط كده، سهل وميسر، تمام، مش محتاج حاجات كتير. يبقى تاني الناس تركز على الشيب. الشيب نفسه انا ممكن اعمل بيه كل التصميمات اللي عندي، واستعمل برضو مع الشيبس دي، استعمل الديزاين اللي هو الكلر، لون الصفحة، لو عايز اعمل بوردر، لو عايز اعمل علامة مائية. زي ما قلنا كل ده عن طريق السايز برضو، واختار المور بيبر سايز، المقاسات اللي احنا قلنا عليها من هنا، اكتب المقاس اللي انا عايزه، بس اتأكد من الوحدة الاول من فايل اوبشن ادفانسد، انزل على حاجة اسمها ديسبلاي، وادور على الشو ميجرمنت ان يونت اللي هو وحدة القياس، اختار انش ولا سنتيمتر ولا مليمتر ولا بوينت ولا البكس بيكسل ولا البكسل بس، تمام. فدي كلها تصميمات مختلفة انا ممكن اعملها بالبورد. شغل التصميمات ده هيبقى بونص، يعني هيبقى النهاردة في تاسك بس بونص للناس، تصمم لي غلاف كتاب مثلا، تصمم لي هو البشمهندس ان شاء الله هنزل لكم التاسك بعد المحاضرة. هيبقى مجرد ان هو تصميمات، يعني حاجات بونص، عايز اشوف برضو الناس هل هي فهمت محاضرة اليوم ولا برضو في حاجة لسه واقفة مع الناس. كل الكلام ده انا ممكن اعمله عن طريق الشيب، تمام، عن طريق الشيب. انا عملنا مع بعض تصميم بسيط لغلاف كتاب، قلنا عشان اغير في الشكل كليك يمين عليه واديت بوينت، وعن طريق النقاط اللي عندي انا ممكن العب في الشكل زي ما انا عايز اهو. ادي هنا برضو احرك، شايفين اللي بيحصل معايا اهو، دي كلها اشكال مختلفة. انا بعت لكم موقع، الموقع ده عن طريق ادخلوا عن طريق الانترنت وتوقعوا بيه، وتدريج التوقيع بتاعكم داخل المستند. انا بستعمله برضو من انسيرت، واختار حاجة اسمها الساينتشر لاين، بس افضل الناس ما تستعملهاش من هنا كده. اد ساينتشر لاين، هيفتح معايا جوجل، يعني يفضل ان انا اعمله زي ما قلنا عن طريق، دخلت ساينتشر لاين، اختار مايكروسوفت اوفيس ساينتشر لاين، هنا اكتب التوقيع، اسمي مثلا
هنا الوظيفة بتاعتي، وهنا أكتب الإيميل إدريس وأدوس على أوكي. طيب لو جيت دخلت من هنا وكتبت ده ممكن تسمعه عن طريق جوجل بلاي. كنت باعت موقع برضو للناس، هبعته لكم تاني الموقع، او في او اي حد يعمل له ريبلاي بدخل من خلاله بوقع بالاسم، بعمل توقيع الاسم اللي انا عايزه. دي كلها أشكال توقعات، دي كلها أشكال توقعات. دوس توقيع زي دي وأدخل أكتب التوقيع اللي أنا عايزه. ده شكل توقيع أهو، أعدل فيه زي ما أنا عايز، أنزله عندي وأعدل فيه، وبدل ما هو كاتب كده أنا أخليه باسم. هبعت لكم برضو موقع توقعوا منه، يعني خاص بالتوقعات زي ما قلت لكم الطريقة ازاي من داخل الوورد، من insert signature line، اختار حاجة اسمها مايكروسوفت اوفيس signature line، اكتب هنا الاسم بتاعي، هنا الوظيفة، وهنا الايميل ادريس، وادوس اوكي. تمام. قبل ما اكمل، ان اي حد عنده استفسار بخصوص كل اللي اتقال بالنسبة للمقاسات هبعتها للناس. تمام. هي فكرة كلها ان انت تعرف تستعمل الشيب. انا في اي تصميم انا هعمله هستعمل الشيب. تمام. طيب لو جينا مثلا ممكن نعمل مع بعض دلوقتي تصميم بسيط تاني، فلاير كمثال يعني اهو. هو هينزله لكم بشمهندس، هينزله هو، هيقبع عليه بونص، هيقبع عليه بونص بشمهندس، هنزله لكم وشوفوه. تمام. مثلا اروح على اللي اوت واختار اورينتيشن مثلا لاندسكيب، تمام، اختار من الانسيرت شيبس، اختار مثلا مثلث، لا انا مش عايز الشكل ده، فين المثلثات اللي عندي اهي. تمام. اشوف شكل مناسب، هختار شكل زي ده اهو، اخليه هنا من تحت بس، اقلبه من فورمات واختار روتيت، اختار اخليه كده. تمام. بعد هروح على الانسيرت، اختار شيبس واختار مستطيل، اعمل له روتيت، مثلا هختار اللون ده، هشيل الاوت لاين، النو اوت لاين، هنا مثلا نفس الحكايه، هشيل الاوت لاين هخليه لون تاني مثلا زي اللون ده اهو. اروح على انسيرت، اختار شيبس واختار مثلا
شكل زي ده. انا مش عايزه بالشكل ده، انا هروح اخليه مثلا فيرتيكال اهو كده، واكبر واصغر زي ما انا عايز. حاول اظبطه على قد ما اقدر. لا اكبر تاني. هنزل خليه كده اهو، حاول اظبطه. طيب اعمل له تدوير ازاي؟ ادي هنا مش مظبوطة، احاول اظبطه تدوير تاني او روتيشن. لو خليتها زاوية 30، لا انا مش عايزها 30، انا احاول اظبطها على قد ما اقدر. احاول اظبط فلاير على قد ما اقدر، اختار مثلا لون زي ده. خلاص انا هسيبها زي ما هي، اروح على insert shapes، اخترت شكل اهو تاني زي ده، اعمل له تدوير اهو، احاول اظبط خليه no fill، خليه no fill. اللون نفسه خليه فاتح شوية، او خليه نفس اللون اللي تحته، واختار send to back. بعد كده انا عملت زي شكل كده، اخلي مثلا دول في جروب واحد، من جروب اختار جروب، فده شكل مثلا فلاير. طيب عايز احط نص، ادي تكست، اكتب انا النص يعني مثلا behind text. لا انا عايزها ثرو. طب لا انا عايزها مثلا بتكون top and left، خلي دي مثلا مايكروسوفت، مايكروسوفت اوفيس دبلومة. خليها في المنتصف، كبر. طيب فورمات اخليها النو اوت لاين، الفيل نو فيل، تمام. لو عايز اخليها داخل فيل، اختار انا اللون او اعمل لها حدود زي كده، اختار انا الشكل المناسب. راب تكست مثلا اخليها ان فرونت، خليها هنا اهو. ممكن اروح على انسيرت بيكتشر، اختار صورة، الصورة نفسها خليها التوب اند ليفت، اصغر في الصورة اهي. انا هخلي الصورة دي هنا مثلا تحتيها، هروح على انسيرت، اختار شيب، شيب زي ده. تمام، اختار اللون بتاعها ده بس، وابتدي اظبطها زي ما انا عايز. يعني دي حاجة بسيطة، يعني انا ممكن اخلي الصورة من لها ايميل اهي، اخلي الصورة هنا، تمام، من فورمات راب تكست، اخليها تايت سكوير، اخترت سكوير،
خليها مثلا ابتدي اظبط زي ما انا عايز في الفلاير اللي انا عندي اهو. دي كلها دي حاجه بسيطه بس برضو يعتبر مش متنسق شويه كشيب من شكله من الداخل، لكن دي انا بقول لكم انا ممكن اعمل كذا حاجه تاني. ممكن اروح على جوجل ابص على فلاير ابص ازاي هو عامله، او ابتدي بعد كده اعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه. ممكن امسك فلاير زي ده واشتغل عليه، كل اللي هو عامله اعمل لك من تحت زي شيب كل اللي هو عامله ان هو عامل شيب مستطيل، الشكل هنا مستطيل وفوقيه حاطط مستطيل وانا عامل صوره، وهنا مجرد ان هو بس كاتب كلام الكلام اللي هو كاتبه تمام، ومخلي لون الصفحه كله واحد. ممكن اجرب حاجه زي كده، ممكن مثلا اجرب حاجه زي كده. دي كلها على فكره شيب، دي كلها شيب هو عاملها. ممكن اجرب حاجه زي دي برضو، اجرب حاجه زي دي، ودي كلها ممكن اعملها كشيب. دي ممكن أعملها. طيب ممكن نعمل حاجة تاني، ممكن أعمل حاجة تاني، ممكن أعمل حاجة تاني. إيه هي ممكن أعملها؟ ممكن أعمل إيه؟ تمام. لي اوت سايز اختار ان حجمه يكون صغير شويه، اوف السايز اخليها مثلا 3. ادي مثلا انا هعمل كارت شخصي مقاس 9×5 تمام. اروح على انسيرت اختار شيب، اختار مثلا شكل زي مستطيل، اغير لونه اخليه لون اسود مش عاجبني، بعمل له مثلا زي شادو او بيرسنت حاجه زي كده اهو. طيب اللون نفسه لون التعبئه، ممكن اختار جريديانت اختار اللون ده مثلا حلو كده. ممكن اروح على الانسيرت اختار شيب زي مستطيل صغير كده، خليه هنا كده من فوق، خليه مثلا كمثال اخليه نفس اللون عادي عجني. طيب ممكن برضو اختار شيب تاني صغير مستطيل واحطه كده هنا مثلا، اصغر فيه زي ما انا عايز تمام. اجي مثلا على بيكتشر يعني كمثال، يعني مثلا دي نعتبرها لوجو. لا تمام، ادي بيكتشر من اختار مثلا تمام. ادي انا مثلا لوجو بسيط عندي، خلي اللوجو هنا في المنتصف تمام. عادي هخلي اللوجو في المنتصف هنا،
تمام. او اطلع فوق شوية اللوجو، هاجي مثلا ده لوجو اسم يعني، لكن لو اللوجو نفسه كان صورة بس وعايز اكتب حاجة تحته بكتبه هنا. ممكن اجي اكتب في الداخل مثلا الشركة اسمها كمثال، اسم الشركة هنا خليها في المنتصف ماشي، انا عاجبني اللون ده. هنا انا ممكن اعمل ايه بقى؟ انا ممكن احط هنا اللي هي صور مثلا، يعني هنا صورة التليفون وتحتيها صورة البريد. يعني لو جيت على جوجل واخترت مثلا فون ايكون بي ان جي، هذه الصور، اخترت مثلا ايكون زي دي او زي دي، حفظت الصورة عندي. بحفظها ازاي؟ كليك يمين عليها واختار حاجة اسمها سيف ايمج از، كده انا حفظتها على ستوب. اروح هنا، اروح على انسيرت بيكتشر، واروح على الديسكتوب واختار الصورة نفسها، ظهرت لي كبيرة. انا هصغر في صورة زي ما انا عايز، خليها behind text، اخد الصورة نفسها طيب. لا انا مش عايز اخليها behind، اخليها through، خليتها من هنا اهو مثلا، صغر اظبطها زي ما انا عايز، واجي هنا اكتب رقم التليفون تحتيها مثلا، احط البريد الالكتروني، واجي اكتب هنا بريد الكتروني. بكتبه ازاي؟ عن طريق ان انا بدرج تكست بوكس، اصغره شويه واكتب فيه اللي انا عايزه واحطه هنا، وهكذا اللي تحته وهكذا اللي تحته اهو. تمام، هنا برضو كنترول دي كنترول دي اهو، مش نفس الشكل يعني، انتوا على حسب ما انتوا اللي هتجيبوا الصورة من، حاول تظبطوها اهي. طيب هنا بقى اشيل الخلفية، هخليها نو اوت لاين، اخليها مثلا نو فيل زي ما انا عايز. برضو هنا نو فيل نو اوت لاين نفس الحكايه، نو فيل نو اوت لاين وهكذا. يعني ده مثلا كرت شخص بسيط كده وسهل وبس. مع الوقت انا بخترع كروت كتيرة أو أشكال مختلفة، لازم أعود نفسي إن أنا أعمل تغذية بصرية. إيه معنى تغذية بصرية؟ إن أنا أروح مثلا على الإنترنت، أشوف الفلاير معمول إزاي، أشوف الأشكال بتاعته، أشوف الصورة الشخصية معمولة إزاي، أشوف البانر معمول إزاي. فكتر ما أنا بعمل تغذية بصرية، كتر ما أنا ببص على تصميمات، هلاقي إن أنا بكل سهولة بخترع تصميم بسيط من عندي. تمام تمام الصورة نفسها عشان تتحرك من فورمات، تختار حاجة اسمها راب تكست،
واختار بيهايند تكست او اختار ثرو. تمام، ما خلاش بيهايند تكست، لان هنا لو خليتها بيهايند تكست ممكن لو جيت حطيتها خلف ده مش هتظهر معايا. ادي الصوره عندي، ممكن مثلا العب فيها زي ما انا عايز اهو. طيب ممكن اعمل لها ايه تاني؟ ممكن مثلا ديزاين البيش كولر، اخلي اللون الخلفي اغيره اخليه زي كده مثلا اهو، احاول اوصل للون مناسب. بس ادي مثلا زي كارت شخصي بسيط وسهل انا ممكن اعمله، كارت شخصي بسيط وسهل انا ممكن اعمله. بس لو جيت طلعت مثلا هلاقي انا احفظ الكارت الشخص اهو. كده اشتغل شغلي العادي زي ما انا عايز. انا هكتفي بكده النهارده، انا كده خلصت محاضره اليوم بالنسبه للتصميمات والشغل اللي احنا خلصناه. كده يعتبر احنا خلصنا برنامج الورد كل حاجه تخصه.